صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نقل أحد الأخوة عنكم أنكم ترون الجواز بتسجيل الدروس بكاميرا الفيديو، وزعم أنكم قلتم أنها تتلف بعد الانتفاع منها، فهل هذا صحيح؟ يكفيك أنه زعم، يكفي هذا الزعم، أكذب الحديث، هذا أكذب الحديث، أنا ما قلت هالكلام هذا. إن كان صادقا أنا أتحداه يأتيني بتسجيل صوتي أو بكتابة كتبتها بقلمي، أما أنكم تلصقون بالناس شيء ما قالوا، هذا الله يحاسبكم عليه سبحانه وتعالى. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.